السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في مختبئ. يلا بينا النهاردة نفحص عينة جديدة، عينة يورين أو بول. زي ما انتم شايفين عينة تربت وفي حاجات كتير، ده الاستريب بتاعها، وشايفين انه في ألوان كتير وحاجات كتير. اكتبوا لي اللي انتم شايفينه، وده شكل العينة بعد ما اترسبت. خلينا بقى نفحصها كويس. هنفرد العينة كويس بعد عملية السنترفيوجيشن أو عملية الطرد المركزي. حطيت كفر على جزء من العينة وجزء تاني ضفتله نقاط كده من مادة معينة، وهعمله ميكس كويس جدا، واحط كفر تاني ونفحص العينة. هسيبكم تفحصوا العينة وتكتبوا تقاريركم وتفتكروا ايه المادة اللي انا ضفتها على العينة علشان تسهل عليا عملية الفحص والتمييز بين الاشياء المختلفة تحت الميكروسكوب. اكتبوا لي تقاريركم وتعليقاتكم، وان شاء الله الفيديو الجاي هشرح العينة بالتفصيل. لو بيعجبكم النوع ده من الفيديوهات ما تنسوش تعملوا لايك واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. سيبكم في حفظ الله ورعايته، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامة.